في اطار رؤيه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للنفط والغاز قرارا بتعيين سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا مستشارا لمجلس إدارة الشركة، ويأتي هذا التعيين كإضافة مهمة لضم الخبرات الوطنية العريقة لمجلس إدارة الشركة ودعما لجهود الشركة القابضة للنفط والغاز في تبني نهج مؤسسي مبني على الخبرات والموارد الوطنية كمحور أساسي للتنمية والتطوير.